اللقاءات سيكون إن شاء الله يوم الخميس الموافق 5/6 الساعة 8 صباحا من مديرية التربية والتعليم. ثانيا، بالنسبة لأسماء المراقبين سنسلمكم قوائم بأسماء المراقبين إن شاء الله يوم الثلاثاء، لأنه لحد الآن في تغيير وتبديل في المراقبين بناء على اعتذارات وأوضاع الإخوان الزملاء. الشيء الآخر، عملية الإعداد للامتحان في القاع، عملية ترتيب المقاعد وإبعادها عن بعضها البعض حسب المواصفات 80 سنتيمتر، تثبيت البطاقات عليها، بطاقة المقعد يبقى نسخة من البطاقة في الملف للتحكم في كل جلسة، من أن الطالب الذي يجلس على مقعد الامتحان هو نفس الطالب وبالمقارنة مع هوية الطالب الشخصية. الشيء الآخر، عملية ترتيب الغرف للطلبة ذوي الاحتياجات الخاصة، وفي هذا المجال عندنا 9 حالات خاصة في القاعات المختلفة.